ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله دائما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اليوم إن شاء الله مناسبات العواشر، والله يهل علينا رمضان مبارك بالخير، لا فاقدين ولا مفقودين. غنشارك معكم الشباكية ديالي، إن شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. بسم الله على بركة الله، نبداو العناصر ديالي. بسم الله، عندي هنايا جوج كيسان ديال الزبدة مدوبين كما كتشوفو. بسم الله، غنبدا بالقوام هو الأولاني. بسم الله، عندي هنايا كاس زيت المائدة وكاس زيت الزيتون. عندي هنايا كاس الخل، ماشي عامر بزاف، كاس العنبة. عندي هنايا 3 صفورات البيض، غير صفورة فقط. عندي هنايا 3 كيسان ديال الزنجلان، 3 كيسان ديال العنبة ديال الزنجلان. بسم الله، زلافة أخرى 3 كيسان ديال العنبة الجنجلان مطحونين. غنخلط العناصر هما اللوالا، كتجيني ساهلة هيدا باش كنعرف شنو غادي يتلفت لي في الدقيق. هنايا 2 كيسان ديال اللوز مطحونين ديال العنبة. غنضيف 3 معالق ديال القرفة كما كتشوفو، ماشي معمرين بزاف، معوطين هكدا. غنضيفو 3 معالق ديال النافع، اكتفي غير بالنافع، 3 معالق. عندي هنايا كاس د ما زهر عامر، فيه زعفران كشعرة، زعفران كحور. بسم الله، غنخلط العناصر ديالي مزيان. بسم الله على بركة الله. غنضيف كاس الاولاني، غنضيف 3 كيسان ديال الماء. جوج ها التالت، 3 كيسان ديال العنبة ديال الماء. غنضيف شوية ديال الملح، مثلا ملعقة عامرة صغيرة ديال الملح، ملعقة صغيرة ديال الخرقوم اختياري اللي بغي يعملو، أو زعفران. وغنضيف واحد الغامة ديال الزعفران اختيارية، كتعطينا غير ديك اللويين وصافي. كما كتشوفو كنخلطو الخليط ديالنا مزيان،
غنبقى نضيف له الدقيق شويه بشويه على حسب الدقيق، كتعرفوا كاين دقيق كيشرب السوائل، ما بغيتش نسبق الدقيق هو الاولاني. تنشوف العناصر اللي عندي نخلطهم مع بعضهم. بسم الله، غنبداو نضيفو الدقيق ديالنا. نضيفو الدقيق، انا هاد جبانه كترفد لي 250 غرام ديال الدقيق. كنعبر بيها نبقى نضيف الدقيق شويه بشويه. طبعا الدقيق راه هو مغربل منخول، الشباكيه ديالنا احسن شيء ما تجيش العجينه خفيفه، دائما العجينه ديالها تكون قاصحه باش كتخدم بسهوله وكتطلع الشيشه. كما كتشوفوا العجين ديالي بعد ما خليتها رتحت واحد ساعه د المكانه، ها انتما كتشوفوا العجين تما والو. غادي نقطعها وغادي نعمل حرابل. بسم الله، والعجين ديالي رفدت لي 2 كيلو ديال الدقيق، تخلي فيها 2 كيلو الدقيق. عاد غادي نعجنها دابا بطريقة سهلة. كتشوفوا العجين كيف عاملة، ماشي قاصحة ماشي خفيفة. غادي نعجنها بهذا الشكل. بعد ما ساليت العجين ديالي دابا غندخلها للفريغو ونخليها ان شاء الله بمشيئه الله حتى الغدا، عاد غادي نخدمها ونقليها ان شاء الله يا رب. بعد ما بات العجين ديالي تشباكيه ليله كامله، اليوم ان شاء الله نحضرها معكم. كما كتشوفوا العجين عجين قاصحه ماشي لينه ماشي رطبه بزاف، باش الشباكيه ديالنا كتجي مزيانه والشيشه. انا نزلت هنايا شويه الدقيق ولو ما نحتاجوش لان العجينه ما تلصقليش، عجين مخدومه مزيان. انا نغير شويه في المطلق ونطوي هاد الحرابيل، نخليهم يرتاحوا. كما كتشوفوا العجين ديالي ما كيلصقش نهائيا.
كل ما كانت العجين ديالنا قاصحة ماشي رطبة، كل ما تات الخدمة ديالها كتجي ساهلة. العمله كامله غنشكلها على هذا الطوي هذا وخليها ترتاح. نفس الطريقه شويه كنعمل دقيق شويه ماشي بزاف غير احتياطي. كنبداو نعجنو نطويو العجين ديالنا كامل، خليوه يرتاح ان شاء الله نبداو نشكلو. كتجي الطريقه ساهله هكذا احسن، كتسهل الامر. انا خليتها ما خدمتهاش من نهارها كما قلت لكم، خليتها باتت ليله. غنستمر عليهم كامل، غنستمر بهذه الطريقه. هذا العجين ديالي كامل غنستمر نطويه بهذه الطريقه ونخليه يرتاح شويه. كما كتشوفوا نطويوه على هذه الطريقه ونخليوه يرتاح. كما كتشوفوا العجين ديالي تشبك يرتاح وقطعته بهاد الشرائح. دابا غنطلقو معاكم بالمطلاق. انا غنطلقو بالمطلاق، ما غنستعملش الوراقة. ما نرققوش العجين ديالنا تشبك ليا بزاف باش ما كيتحرقش معانا، وفي نفس الوقت كتجي مزيانه ما كتجيش رقيقه بزاف. نحيدوا له هذه الجوانب كما كتعرفوا. غنحسب أربعة ديال الشرافات ونقطع حيت جوج ثلاثة ربعة، واحد جوج ثلاثة ربعة، واحد جوج ثلاثة
أربعة، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة. على هاد الشكل هذا كنعمل انا التشكيله ديالي التشبيكيه، على هاد الشكل هكذا كنشبروا هاد الجهه على هادي، كنطيفهم على بعضهم، كنجيو لهنا كنشبروا من التحت القناة عند بعضهم، كنقلبوا على هاد الشكل. كما كتشوفوا هكذا كنقنتوها هكذا، كتجي على شكل وريضه، قطعوا لها على هاد القناه، هكذا باش حتى ويدار الشين عليها مثلا زنجلان محمر ولا لوز ما كيهودش، كتكون مخرقه عامره من الداخل بحال هذا الشكل، باش الزنجلان ديالنا كيبقى على الوجه ديالها. نزيد معاكم هادي بحال هذا الشكل هيدا، طريقة سهلة. كنستمروا على هذا التشكيل الشباكيه ديالنا حتى نكملوها ان شاء الله بمشيئه الله، وتجينا غزاله هشيشه. طريقه سهله، حد الواحد كيبقى يشكل كتجي سهله بسهوله. كما كتشوفوا شبكت الشباكيه ديالي تبارك الله، ها هي. ودابا غندوز لمرحله القلي ديالها. عندي هنايا العسل، عندي العسل هنايا والزيت ها هو كيسخن. بسم الله على بركه الله، غنزل الشباكيه ديالي بعد ما سخن الزيت. بسم الله، كما كتشوفوا جديت لي القليه الاولانيه ديال الشباكيه، عملتها دابا في العسل، ها هي في العسل، القليه
التقليد هي كتسقيلها هنا وجدت تبارك الله جات غزاله ما شاء الله شيشه ورطبه